أنا عملت عمرة لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لولدي المتوفى، نعم. مع العلم بأني أحرمت من أبيار علي، وهل يجوز أن أعمل عمرة لولدي وأحرم من مسجد التنعيم؟ يجوز هذا يجوز، ولكن الأفضل والأكمل أنك إذا قدمت مرة ثانية إلى مكة من بلدك تجعل العمرة لابنك المتوفى، هذا أكمل وأفضل. نعم.